كده اطور ادواتي في الكتابه، بس انا في الاساس قارئه تلميذه وشغوفه جدا بمتابعه حضراتكم ومواشي الزيتون، يمكن بتابع النت واتمنى الشرف ان انا احضر معاك بعد كده اكتر ان شاء الله. انا عايزه اقول قراءتي اللي انا قراته او ما قراته مع حضراتكم وانطلق منه بعد كده لسؤال. قريت يعني اجزاء او قصص كتير منها، بس خليني اقول ان انا شفت يمكن حاجات غير يعني مع حضراتكم بلورت رؤيتي اكتر وشفت حاجات تانية. انا ما شفتش الطبيب بشكل كامل، انا شفت شاعر يعني في الاكتناز وفي التكفيف وفي حساسيه اللغه لما يعني حضرتك مثلا بتوصف الكلام لما تقول كانت اكثر امتثالا قبلها تكون اقل خجلا، يعني التدرج ده والحساسيه دي حساسيه شاعر في المفرده. وشفت كمان امتاع السرد في التفاصيل وهو بيلقط الصوره وازاي تميل وازاي تبص على الشمس، لكن الطبيب برضه ما كانش حاضر في حته الحراسه او حته ان الوصايه ان انا لازم الاقي حلول، لا مش بالضروره يعني. لكن الطبيب كان حاضر في حاجه ويمكن اكتر من استاذ واستاذه تعرضوا ليها، هي حته ان التفاصيل الحسيه انا ما شفتهاش انها يعني هي تفاصيل حسيه تروي ما لم يروى. هي زي كده الطبيب لما بيركز على الجانب الفيزيائي او الاعراض هو بيبقى عايز يشخص المشكله مش لازم يحكي المشكله بقى. يعني هو هنا بقى اللي تخلينا عن مسيره الطبيب انه ما قالش المشكله لكن سمح للطارئ انه يوصلها. فالقصه الاولى مثلا انا شفت ان المشكله هو في الخلفيه الاجتماعيه، يعني احنا عندنا دايما اعلاء للتقاليد على المشاعر، ففي يعني الثلاثه ضحايا مش الرجل ضحيه والزوجه ضحيه واخت الزوجه ضحيه. بالنسبه للون الفوشيا يمكن يعني حضراتكم قلت فيه كتير وانا كنت بشوف من البدايه ان هو فعلا نقطه التقاء النار مع الميه، الصراع ده وفي الاخر الاستسلام. يعني لا هو طول الوقت البطل في اول قصه يصارع وبعدين في الاخر بيستسلم، فيمكن اللون الفوشيا انا شفته كده معرفش يعني هو لون الحياه اللي بيلتقي فيها الصراع ده. العباءة رمز اخر حاجه انا الحقيقه بقول الحاجات دي عشان انا عايزه انتقي منها الاهم بالنسبه لي واللي انا عشان كده بتعلم اصلا. عايزه اسال دكتور محمد حاجه، هو انت التفاصيل دي يعني اللي انا حسيتها او قريتها او حبيت اقراها ازاي حضرتك بتدرسها او بتذاكرها ولا هي بتيجي كده في الفراغ؟ شكرا.